عندكم عدد قد ايه من اللاعبين؟ لا احنا تقريبا على مستوى القاعدتين. ايوه طبعا. لا عندنا في كل تقريبا بتاع يعني 150 لاعيبه مثلا او اكتر. 150 لاعيبه، بسم الله ما شاء الله، عدد كبير. طبعا عدد كبير. طيب يعني شايفه ان احنا ثالث ده بدايه، يعني شايفه اعمارنا وشغلنا نقدر نوصل لاول يعني قريب سنه اتنين؟ طبعا، لان كمان احنا شغالين بالسن الصغير، يعني الفرقه العمومي دي هي احنا مطعمين من كل الاعمار فعلا. فاحنا معانا سن يعني كنا تقريبا احنا اصغر من اصغر الناس اللي لعبت بطوله العمومي، فده بالنسبه لنا كانت نتيجه احنا كلنا اتبسطنا بيها، وكانت حاجه بالنسبه لنا يعني احنا اشتغلنا عليها. بس كمان هم الفريق كله صراحه يعني عمل اكتر ما احنا كمان توقعنا في البطوله دي، وكانت دي مفاجاه حلوه قوي بالنسبه لنا. انا حاسس من كلامك بفرح كبير. طبعا، لانه مجهود مبذول وسياسه انتوا تبنتوها ونجحت. طبعا، هو تيم ورك. بس دي نجحت بامتياز، لان انت سن صغير وبتاخد بيه ثالث، لا حاجه جميله جدا. ودلوقتي عندك في كل منتخب بنات من النادي الاهلي، وده كان برضو ما كانش موجود قبل كده. قلنا ثلاثه دلوقتي. صح، مذاكرين كويس احنا ما شاء الله. وبنشتغل طبعا دلوقتي ان احنا كمان نوصل ده للفريق الاولمبي، يعني دي كمان الرؤيه كمان الاكبر يعني. برافو. فاحنا في طريقنا لده ان شاء الله.